السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحية لكم وتحية لجميع المشتركين والمتابعين القناة تاع السي مضايا. كيتجدد اللقاء بنا مع المتابعين ديالنا ومع المشتركين ديالنا بعد الانتهاء نتاع العطلة الصيفية وبداية موسم جديد، موسم دراسي، موسم تاع العمل. الحمد لله، نتمنى أن كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الإخوان، الموضوع ديالنا نتاع اليوم اللي هو موضوع مهم وموضوع اللي الجميع كيتكلم عليه، سواء داخل أرض الوطن سواء خارج أرض الوطن. وبالمناسبة كنبغيو نقدموا التعازي الحارة للأسرة، الأسر نتاع الشباب اللي لقاو الحتف ديالهم بمدينة السعيدية من طرف الأمن المكلف بمراقبة الحدود في الجزائر، اللي بكل صراحة جريمة بشعة، جريمة نكرة. كل كيس نكر هذا الفعل الجرمي اللي ارتكبوه هاد الناس في حق هاد الشباب المغاربة اللي لا ذنب لهم، ما ارتكبوا حتى شي فعل جرمي، فقط أنهم كانوا كيعوموا في هذوك المناطق والجيش الجزائري ارتكب حقهم هاد المجزرة. هنا كنشوفوا الإخوان هاد الناس هادو دائما كيرتكبوا أفعال إجرامية في حق الشعب المغربي، والشعب المغربي دائما كي كنشوفوا الخطابات نتاع جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دائما كيمد يده للشعب الجزائري، المسؤولين على الشعب الجزائري، ولكن دائما الأذان ديالهم صماء. اليوم كيتبين وبكل صراحة بأنه هاد الناس هادو عندهم واحد الحقد، واحد الحقد كبير تجاه المغاربة. وحنا المواطنين الجزائريين كنلقاوهم بالخصوص هنا في مدينة مراكش، والله إلا كيلقاو الترحاب وكيتلقوا واحد المعاملة، معاملة إنسانية. ما تبت يوما أن شي جزائري تعرض لمضايقات أو تعرض للستم أو تعرض للشتم أو شيء من هذا القبيل. وعساك أنك تعرض للقتل، وعساك تعرض للقتل. شباب في مقتبل العمر جاو يقضيوا العطلة الصيفية ديالهم بمدينتهم، مسقط الرأس ديالهم، رفقة العائلة ديالهم، خرجوا كيدوروا كيلعبوا بلي جيت سكي في البحار وهذاك الشيء. نفترضوا انه هاد الناس هادو ارتكبوا غلط ودخلوا الحدود الجزائرية، اقل شيء كان على هاد الناس هادو اللي ارتكبوا هاد الجريمة، اقل شيء انهم ينبهوهم ويحضروهم ويقولوا موتي ممكن يمكن لكم انكم تحيدوا من هاد المنطقة، لانه منطقة تابعة للنفوذ نتاع التراب الجزائري. ولكن باش تكون عندك الجرأة والشجاعة وترتكب جريمة وتضربهم بالقرطاس وتخليها هكاك، وكي كيروج حاليا انه شي شاب مازال معتقل وخصو يقضي عقوبة حبسية لمدة نتاع 18 شهر، اشنو الذنب ديالو؟ شنو دار؟ واش هذا تاجر مخدرات؟ واش هذا شي مجرم؟ واش هذا اش؟ راه مجرد شباب غصبتو ليهم الشاب، غصبتو ليهم المسيرة ديالهم، غصبتوا لهم الطفولة ديالهم، محنتوا أفراد العائلة ديالهم، محنتوا الشعب على قدو. المغاربة كلهم حاليا مفقسين، مراد مساكن بهذا الحادث اللي وقع لهم، لأنه كيبقوا خوتنا كما كنقولوا. هذاك الشعب الجيران ديالنا تنقولوا راه حتى هما خوتنا، ولكن راه حشومة وعيب وعار هذا الشيء اللي ترتكب في حق هاد الأبرياء. ما داروا لا بيدهم لا برجليهم. شفنا مؤخرا فيديو في الحدود الجزائرية مع المغرب في المنطقة نتاع الشرق، جوج نتاع الأشخاص تسللوا من الحدود وشدهم الدرك الملكي وسلمهم بطريقة إنسانية المسؤولين الجزائريين في الحدود، ما ضربهم ما سبهم ما عايرهم ما حتى شي حاجة. كنشوفوا ديما أنه المواطن المغاربة، المسؤولين المغاربة كيتعاملوا بطريقة إنسانية مع هاد الناس، وحنا كنتلقاو العكس، دائما كنتلقاو العكس. اخر شيء شتنا الخطاب نتاع جلالة الملك اشنو قال فيه،
انهم ما عندهمش ما عند الدوله المغربيه ما عندها حتى شي مشكل مع الدوله الجزائريه، ولكن الانسان اللي فيه راه فيه، اللي فيه راه فيه، فيه شي حاجه راه فيه شي حاجه، ما يمكنش ما غاديش تصلحوا ما غاديش تحطوا في الطريق الصحيح، لانه هذاك الشيء فطره، فطره عند هذوك الناس في الداخل ديالهم في قلوبهم، كيشوفوا انه المغرب الحمد لله كاين واحد التطور، كاين واحد التغيير، كاين واحد النمو. الو فاش 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 تحسدني وتبغي تنتقمني بهذه الطريقه، خاصك تكون بحالي، خاصك تطور راسك باش تزيد لقدام، ماشي انك تصفي الحسابات ديالك بهذه الطريقه مع شباب ابرياء وتقوم باطلاق النار عليهم وتقتلهم وهذا وتغصب الشباب ديالهم وتكرفس والديهم. والديهم شتنا الخرجات الاعلاميه نتاع الافراد تاع العائله ديالهم، هذاك فيديوهات الله الا محزنه، الناس كتبكي، كل شيء كيبكي، علاش؟ مجرد انهم بغاو يديروا واحد الجوله في الشواطئ، شيء عادي، شيء عادي. حنا حاليا كنشوفوا فيديوهات نتاع هذوك الاشخاص اللي كيقوموا بتهريب الشباب وكيجيو كيدخلوا حتى للحدود المغربيه، كيدخلوا للشواطئ اللي تابعه النفوذ نتاع المغرب، وما شتناش البحريه الملكيه تلقات شي نار ولا ضربات شي واحد ولا شي حاجه، كيجريو عليهم لا اقل ولا اكثر. ما عمرنا شتنا شي فرد من الافراد نتاع البحريه الملكيه طلقوا القرطاس على شي شخص ولا قتلوا شي شخص. لهذا قبل من هذا الفيديو ما نسجلها الاخوان، كنشوف واحد الفيديو كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، شفتو في الانستغرام، انه هذوك الناس تاني نتاع الجزائر قتلوا شي في التوانسه بنفس الطريقه، مجرد انهم دخلوا المنطقه ديالهم في البحر ناضوا طلقوا عليهم القرطاس وكيقتلهم بواحد الدم بارد، واحد الدم بارد. لهذا خاص على الدوله المغربيه تفتح تحقيق في هذا الشيء هذا ويتخذ الاجراءات اللازمه، لانهم هذوك خوتنا ناس ابرياء ما داروا حتى شي حاجه، كون هي داروا شي حاجه نقولوا انهم راه لقوا الجزاء ديالهم، ولكن ما داروا حتى شي حاجه، مجرد انهم كيعوموا في هذاك البحر تنوضوا وتضربهم بالقرطاس راه حشومه وعيب وعار. المغاربه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن كيستنكروا هذا الفعل الجرمي. بالمناسبه كنجدد التعازي للاسر نتاع الافراد اللي لقوا الحدف ديالهم، الله يصبرهم الله يصبرهم الله يصبرهم، الله يصبرهم.